وصباح الجد والاجتهاد وصباح النشاط والحيوية وفي صباح المدارس في الدقائق القادمة. الطالبة عنود بنت العبد الوهيبية عنود من مدرسة النور للتعليم الأساسي بولاية محوت بمحافظة الوسطى وهي في الصف السابع. السلام عليكم يا عنود. وعليكم السلام. كيف حالك عنود؟ بخير والحمد لله. وكيف النشاط والدراسة يا عنود؟ بخير. يا مرحبا بعنود. كيف الجو معكم في محوت؟ جميل. يا مرحبا بعنود. ايش محضرة تشاركينا اليوم في صباح المدارس؟ حضرت قصائد. طيب يا عنود نستمع إلى هذه القصائد. أولا سأقرأ قرآن كريم. طيب يا عنود نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذرهم قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما شاء الله يا عنود فتح الله عليك ووفقك الله. طيب يا عنود وبعد هذه الآيات من الذكر الحكيم إيش بتقرأي؟ سأقرأ قصيدة. قصيدة عن إيش؟ عن محمد. عن النبي محمد. سيدنا محمد. طيب يا عنود نستمع إلى هذه القصيدة. أمحمد يا خير من شرف الوجود به ومن لولاه لم تكد الخليقة تبدعوا. يا خير من علق النفوس بحبه طوعا ومن هو للحقيقة مطلع. إن كان حبك للرضا لي سلما فأنا الذي منه له أتطلع. أو كان حبك لي صراطا منقذا فأنا الذي لسويه أتتبع. أو كان حب الهاشمين طريقة فأنا عليه السالك المتورع. أو كان حب الهاشمين إرادة فأنا المريد بحبه أتشفع. ما شاء الله يا عنود اللهم صلي وسلم على رسول الله. طيب يا عنود وبعد هذه القصيدة الجميلة إيش بتسمعينا؟ حبيت قصيدة عن السلطان وقصيدة عن الأم. طيب يا عنود نستمع إلى القصيدة عن جلالة السلطان تفضلي. يا وارث المجد في عز ومكرمة نلت السماكين أفعالا وأنسابا. قابوس مجد يزين المجد ساحته والرشد فطر للتاريخ أبوابا. هذه مآثركم تروي براعتها من سحر منظرها الإلهام إطنابا. يا حاكما عادلا والحق ديدنه يبني علوما وينسي بعد آدابا. إني هنا وصنوف الخير أشهدها من حكمة الرأي ذل الصعب وانجابا. يا شاهقات نراها اليوم في طرب حيي لغابوس إجلالا وإعجابا. هذه مسندمة جاءت في مواكبها تردد الشكر يا غابوس ترحابا. في عيدكم سيدي سعد ومكرمة أعاده الله أعواما وأحقابا. وأحقابا ما شاء الله يا عنود إيش هذا الإلقاء الطيب والاختيار الأنيق. ما شاء الله عليك يا عنود. وقصيدة الأم إيش تقول القصيدة؟ عن الأم. يلا نسمع القصيدة عن الأم. أمي نداء محبتي بل إن كل الحب أم. أمي عطاء زاخر في فيضه بحر خضم. ضحت لأجلي بالهناء وتحملت عني الألم. جاءت بزهرة عمرها من غير ضيغ أو سأم. لم تنتظر مني الجزاء وهذه أسمى الشيم. أماه يرعاك الذي خلق البرية من عدم. اللهم آمين يا رب. ما شاء الله ما شاء الله يا العنود. طيب العنود وبعد هذه القصائد إيش مواهبك الثانية؟ كيفك مع التجارب العلمية؟ موهبتي هي أحب مادة العلوم. ممتاز. لأن نخوض فيها تجارب عديدة. ممتاز. مع المعلمة معلمتي الأستاذة ابتسام حسن. ممتاز ممتاز يا عنود. زين خبرينا شيء من هذه التجارب.
فقد اتخذت تجربة قابلية الطفو في الماء، إذ وضعت بيضة في ماء مالح وبيضة في ماء أبيض، فلاحظت أن البيضة التي وضعت في الماء المالح تطفو مقارنة بالتي تلك وضعت في الماء الأبيض، وهذا ما يفسر لي كيف يساعدنا ذلك مفهوم الكثافة في حياتنا، إذ أن السفن الفولاذية الكبيرة تمتلك كثافة أقل من كثافة الماء، وبالتالي هي لا تغوص في الماء. فحمد لله على نعمة المحيطات والبحار المالحة. ما شاء الله ما شاء الله العنود، وإيش تجارب ثانية بعد؟ تجارب كبيرة أخذ. ممتاز ممتاز يا العنود، يعني تروحي للمختبر دائما؟ نعم. ممتاز يا العنود، وغير موهبة التجارب العلمية والإلقاء الشعري، إيش مواهبك الثانية بعد؟ تشاركي في مسابقات القراءة والبحث؟ نعم. ممتاز يا العنود. طيب العنود، ما خبرتينا في المستقبل إيش تتمني تكون إن شاء الله؟ أتمنى أن أكون معلمة لغة عربية. ولماذا بالتحديد معلمة لغة عربية؟ لأنها هي لغتنا الأم، وهي هي لغتنا الأم، هي التي تعلمنا القراءة والكتابة، فمنها نستفيد، فمنها يعني نعيش حياتنا بسعادة وهكذا. ممتاز 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 يا العنود. طيب العنود، شكرا لك على هذه المشاركة المميزة. إلى اللقاء، مع السلامة. إلى اللقاء. وأريد أن أشكر. تفضلي يا عنود، اشكري. أشكر إدارة المدرسة، المدير سعيد الحكماني، والأستاذ مجدي الأشموني مساعد المدير، وأشكر معلماتي أسماء راشد، مريم الحميدي، ابتسام حسن، رحاب حسن، هبة داد، حليم السعدي، عزة محمد، إيهام سيف، وهناء الغنبوسي. عنود انت وأدين بالفضل لأسرتي التي تساندني وتشجعني، وأشكر البرنامج الذي أتاح لي الفرصة لعرض موهبتي. ممتاز العنود، نحن نشكر كل اللي شكرتهم. أنت من أي مكان تحديدا العنود؟ من محوت؟ إيش اسم منطقتكم؟ منطقة النجدة في مدرسة النور. بعيدة عن حج مركز المدينة؟ نعم. كم كيلو تقريبا تعرفي؟ كم تأخذ وقت؟ 65 كيلو عن مركز المدينة. نعم. أنتوا المنطقة اللي فيها منطقة بحرية ولا منطقة صحراوية؟ بحرية. طيب يا العنود، ما شاء الله عليك، كل التوفيق لك العنود. إلى اللقاء، مع السلامة. إلى اللقاء، وشكرا لكم. وشكرا لك العنود بنت العبد بن صغير لوهيبية، العنود من مدرسة النور للتعليم الأساسي بولاية محوت بمحافظة الوسطى، وهي في الصف السابع. محوت مستمعة دائمة للبرنامج، ولديها رغبة للمشاركة معنا، وتتمنى في المستقبل أن تكون معلمة لغة عربية. شكرا لكل المجدين المثابرين من طلبة العلم والمعرفة، ولكم جميعا أيها الأحبة دروبا.